اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض مفرش دائري سهل جدا وبسيط. قبل ما نبدأ مع بعض ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ مع بعض بسم الله. انا هنبدأ بدايرة زي كده، ما عملتهاش معاكم المرة دي عشان احنا عملناها كتير قبل كده في فيديوهات كتير، فهسيب لكم لينك مفرش دائري. في مفرشين دائريين عملتهم قبل كده بنفس الطريقة كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف description box. انا بدأت ب 14 عمود، عملت الدائرة السحرية وبدأت ب 14 عمود. انت ممكن تشوف الفيديو بتاع المفرش اللي عملته قبل كده وتمشي على نفس خطوات الدايره وبعد كده تكملي معايا. يبقى عملنا 14 عمود. بعد كده السطر اللي بعديه عملنا فوق كل عمود 2 عمود كله. بعد كده الدور اللي بعده اللي هو الدور الثالث بنعمل غرزه عمود واحد وغرزه عمودين، غرزه عمود واحد وغرزه عمودين، اللي بعده عمود عمود 2 عمود وهكذا بقى. 1 2 3 4 5 6 7 اسطر، عملت 7 تدوار. انت عايزه تكبري المفرش، عاوزه تصغريه حسب الدايره كده. يعني انت عايزه تعمليه صغير تعملي مثلا عدد زي احنا عاملين كده، عايزه تعملي كبير تزودي عدد الاسطر بتاعه الدايره. 1 2 3 4 5 6 7. هنعمل ايه بعد كده؟ بعد الخطوه بتاعه الدايره، والدايره اهي بالطريقه مفروضه اهي، ببدأ بالتزايد الأول وبعد كده بعمل الغرزة اللي هي تبقى لوحدها. التزايد هو بعمله في الأول، يعني المكان اللي برتفع بيه الثلاث سلاسل بعمل جنب الغرزة التزايد. هنعمل ايه بعد كده؟ هنرتفع ثلاث سلاسل، 1 2 3. ده مقاس الإبرة، مقاس 4 مليمتر، والخيط اللي أنا شغلها ده هيمالايا إيفري داي. وانت ممكن تستخدمي اي خيط مخصص للمفارش، انا بستخدم ده علشان التصوير، لان الخيوط المخصصه للمفارش بتبقى رفيعه قوي ففي التصوير ما بتبقاش واضحه. احنا قلنا ايه؟ ارتفعنا ثلاث سلاسل. هنيجي بقى في الغرزه اللي بعدها هنعمل عمود، يعني الثلاث سلاسل دول يعتبروا اول عمود معايا. بعد كده الغرزه اللي بعدها عمود، واللي بعدها عمود، واللي بعدها عمود. يبقى انا كده عملت 4 عمود، 1 2 3 4. بعد الاربع عمود هعمل 4 سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة، 4 سلاسل. وبعدين هسيب الغرزة الأولانية والغرزة التانية، هدخل في التالتة وأعمل عمود. يبقى سبت غرزتين وبدخل في التالتة أعمل عمود، واللي بعدها عمود. هنعمل برضو 4 غرز عمود، 2 3 عمود، رابع عمود، كده 4 سلاسل. وبعدين هنلف الخيط، هنسيب الغرزة الأولى، التانية هدخل في التالتة وأعمل عمود، واللي بعدها برضو عمود، يعني نعمل 4 أعمدة، كل عمود في غرزة. يبقى كده التالت، الرابع، واحد اتنين تلاتة 4 سلاسل. ونكرر، هنسيب الاولى الثانيه ندخل في الغرزه الثالثه ونعمل عمود، وهكذا بقى ايه لحد ما تخلصي الدايره كلها. بنرتفع بعد ما تخلصي الدايره بالادوار اللي انت عايزاها، بترتفع 3 سلاسل وتعملي جنبها عمود عمود عمود، هيبقوا كلهم 4 عمود. وبنعمل 4 سلاسل، نسيب 2 غرزتين، بندخل في الثالثه ونكرر 4 عمود وبعدين 4 سلاسل، ونسيب غرزتين من تحت ندخل في الثالثه كده لحد ما تخلصي الدايره كلها. بقى شكله معانا بالشكل ده بعد ما كملنا الدور.
اتبقى معايا، احنا كنا بنسيب غرزتين ونشتغل في التالتة. هنا بقى في الاخر اتبقى معايا غرزتين، غرزة غرزة اهي، المفروض بقى هقفل هنا، يبقى كده ايه مظبوط العدد معايا مظبوط. انا كنت بادئة ب14 عمود وبالتزايد كده بقى اهي هنعمل الاربع سلاسل اللي بنعملهم عادي، 1 2 3 4، وهاجي هنا طبعا هنسيب الغرزتين اهو، هنيجي هنا بقى في سلاسل الارتفاع تالت سلسلة هقفل بمنزلقة كده، بدخل واسحب الخيط من غير ما الف الخيط على الابرة كده. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ دلوقتي شغلنا كله هيبقى في الفراغات دي كده، هنا كده مش فوق الأعمدة، هيبقى الشغل كله في الفراغات. عشان نوصل للفراغ هنمشي بمنزلقة جوه الغرز كده كده لحد ما نيجي هنا الفراغ اهو، نعمل منزلقة. شو بقى هنعمل ايه؟ هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، دي تعتبر اول عمود معايا، هعمل جنبها 3 عمود كمان، هيبقى 4 عمود كده، 2 3 4. وبعدين بص هنرتفع 3 سلاسل، هنعمل بيكو، عملناها كتير قبل كده. بص هتجيبي الطرف ده مع الطرف ده كده اهو بتاع راس العمود كده، وهنسحب الخيط ونقفل بحشو برضو في نفس المكان، برضو هنرتفع. يبقى احنا هنا ارتفعنا 3 سلاسل بقى قفلناها بيكو، هنا هرتفع 5، 1 2 3 4 5، هاجي برضو في نفس المكان وهقفل بيكو، هعمل بيكو اهي، ده العمود اهو، باخد الحلقتين نفس اللي انا قفلت فيهم ال3 سلاسل وهعمل حشو، وبعدين هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وبرضو في نفس المكان كده اهو هعمل حشو وبعدين برضو في نفس الفراغ هعمل 4 عمود، 1 2 3 4. تدي شكل حلو جدا في الاخر بعد ما نخلص اهي كده. بعد ما خلصنا هنيجي بقى الفراغ اللي بعدها، هنلف الخيط من غير اي سلاسل ولا حاجه خالص، وهندخل هنا في الفراغ هنعمل 4 عمود برضو، هنكرر بقى الخطوه اللي عملناها دي في الاول الفراغات كلها. اتنين 3 4، هنعمل بقى الايه البيكو 3 سلاسل وهنقفل كده بحشو، ممكن تقفله بمنزلق عادي. اللي في النص ده بتبقى 5 سلاسل، 3 4 5، برضو في نفس المكان هنقفل بحشو، 3 سلاسل برضو نقفل في نفس المكان، 5 يعني اللي في النص 5، لكن الناحية دي والناحية دي 3 ودي 3. بعد كده بنعمل برضو في نفس المكان بقى 4 عمود. هو مفرش سهل وبسيط جدا.
مفهوش اي حاجة. اتنين، تلاتة، اربعة، نيجي بقى على الفراغ اللي بعده، بنلف الخيط اهو وندخل من غير اي سلاسل بقى، وندخل نعمل برضو 4 عمود ونكرر الخطوة دي. اتنين، تلاتة، اربعة. نعمل بقى البيكو 3 سلاسل. هنيجي هنا العمود اهو الاخير ده وندخل كده ونعمل حشو 5 سلاسل. 3 4 5. نفس المكان هنقفل بحشو 3 سلاسل. نفس المكان برضو هنقفل بحشو. نفس المكان نفس الفراغ هنعمل 4 عمود. ثلاثة، أربعة. كده الفراغات كلها. بسيط جدا كده. نعمل بقى كل الشغل هنا، بتعملي 4 عمود وبعدين تعملي البيك وبتعملي 3 و5 و3 وتقفلهم كلهم في نفس المكان بحشو. بعد كده بتعملي 4 عمود كمان في نفس المكان، بعد كده بتروحي الفراغ اللي بعده على طول من غير اي سلاسل ولا حاجة، وبتكرري نفس الخطوة دي. بص ده شكله معانا جميل جدا، هو بسيط يعني. بعد الدايرة عملنا خطوتين اتنين اللي هي الـ4 عمود 4 سلاسل، 4 عمود 4 سلاسل، وكنا بنسيب من تحت غرزين ونشتغل في الثالثة. وبعد كده كنا بنعمل الـ4 عمود وبعدين بنعمل 3 سلاسل بيكو، 5 سلاسل بيكو، 3 سلاسل بيكو في نفس المكان، وبعدين 4 عمود وبنروح للفراغ اللي بعده من غير اي سلاسل ونكرر نفس الخطوة دي، بس ما فيهوش اي حاجة خالص. فاضل اخر خطوة خالص اللي هي نقفله. جميل اهو، بنروح بقى على السلاسل الارتفاع اللي ارتفعناها في الاول، هنروح في 3 سلسلة وهنقفل بمنزلقة. تالت سلسلة، 1 2 3. واقفل بمنزلقة بس، ندخل في الفتلتين بعد كده بتعملي بقى سلسلة تأمين بس وتقص الخيط. وده شكل المفرش معانا. لو كان الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبولنا في التعليقات وقولولنا ايه رأيكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.